بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا الذي ليس عنده إلا التمر ويحب الرطب، فلأجل الحاجة رخص ذلك على أن يكون دون 5 أوسق، فالخارص يخرص الرطب الذي على النخلة ويعطيه تمر على ما خرصه. قال النووي رحمه الله: أما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان، وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. المخابرة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل. هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله. والمحاقلة بيع الحب الذي في السنبل بالحب اليابس، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، والمخابرة هو المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح للأكل بأن يحمر أو يصفر ويصلح للأكل، ولا يباع إلا بالدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة إلا العرايا لأجل الحاجة يجوز أن يبيع الرطب بالتمر بعدما يخرصها الخارص لأجل الحاجة ويكون دون 5 أوسق. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثله أي مثل الحديث السابق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى تطعم أي تصلح للأكل بأن يحمر الرطب أو يصفر، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا لأجل الحاجة، ويكون بعدما يخرص الخارص ويكون أقل من 5 أوسق. قال عطاء: فسر لنا جابر رضي الله عنه قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها
ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقل في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بحب كيلاً. كل هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لعدم المماثلة، لابد أن يكون زائد ناقص، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا، قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل أي الحب الذي في السنبل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشبه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقه. حتى تشقح؟ قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله، قال: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما: بيع السنين. المعاومة بيع السنين هي المعاومة، المعاومة يعني بيع السنين. وعن الثنيا: ورخص في العراية. وعن الثنيا أن يقول: بعتك نخلة من النخلات، ولا يعينها، فربما يحصل نزاع في باب بعد، فلا بد أن يعين النخلة التي باعها، ورخص في العراية للحاجة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. وحدثني أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، يعني بنفسه، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه، أي يعطيه لأخيه المسلم يزرعها. حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لرجال فضول أراضين، يعني عندهم أرض زائدة عن الحاجة، كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا معل بن منصور الرازي، حدثنا خالد، أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها؟ قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، يعني كراء الأرض بجزء بالثلث أو بالربع. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها، يعني الكراء؟ قال: نعم، أي لا تؤجروها. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نخابر، أي نأخذ الأرض ونزرعها بجزء من الثمرة لصاحب الأرض، والزرع والذي يعمل فيها له ذلك. كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصر ومن كذا. قال النووي رحمه الله: القصر وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، القصر ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، فنصيب من القصر ومن كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. حدثني أبو الطاهر، حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاً عن ابن وهب قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو بالربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال:
من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. قال النووي رحمه الله: أما الماديانات فبذال معجمة مكسورة، ثم ياء مثنى تحت، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثنات فوق. هذا هو المشهور. وحكى القاضي رحمه الله عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم، وهي مسايل المياه. الماديانات مسايل المياه، أي المكان الذي يسيل فيه الماء. وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أي جانبي مسيل الماء. وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة ليست عربية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن سليمان، حدثنا أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له أرض فليهبها، أي لأخيه، أو ليعرها، أي يعطيها عارية. وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: فليزرعها أو فليزرعها رجلاً، أي يعطيها لأخيه يزرعها. قال النووي رحمه الله: ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذل من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماديانات وأقبال الجداول أو هذه القطعة، والباقي للعامل، فنهوا عن ذلك. كان صاحب الأرض يختار بعض المواضع، وهذا يجلب النزاع، لأن بعض الأوقات ما ينبت إلا هذا المكان، فالعامل يبقى بلا شيء. فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام دفعًا للنزاع، فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا، أي ثمر هذا المكان دون ذاك وعكسه. واختلف العلماء رحمهم الله في كراء الأرض، فقال الطاووس والحسن البصري رحمهم الله: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله وكثيرون: تجوز إجارتها، إجارة الأرض، بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة. ولا يجوز أيضًا أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك رحمه الله: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرًا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك
حين سمعنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة، يعني إيجارها. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة، بيع الرطب بالتمر، والحقول، بيع الحب في السنبل بالحب اليابس. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: المزابنة الثمر بالتمر، يعني بيع الرطب بالتمر، والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيع الحب في السنبل بالحب اليابس، والمزابنة بيع الرطب بالتمر لعدم المماثلة. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحسين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل يعني بالتمر، والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا لا نرى بالخبر باسا، يعني أن يعطي الأرض بالثلث أو بالربع، حتى كان عام أول، فزعم رافع رضي الله عنه أن النبي صلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان حا، وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عوينة: فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد منعنا رافع نفع أرضنا، يعني حيث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمالة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وصدراً من خلافة معاوية رضي الله عنه، حتى بلغ في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث فيها
بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر رضي الله عنهما بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن علي قال: فتركها ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك، فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتاه بالبلاط، يعني موضع، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى رافعًا رضي الله عنه فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار، حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثًا عن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر رضي الله عنهما فلم يأجره. وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون بهذا الإسناد، وقال: فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله رضي الله عنه فقال: يا ابن جريج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج رضي الله عنه لعبد الله رضي الله عنه: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا سمعت عمي اثنين وكان قد شهد بدرا ولم شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض، أي نؤجر الأرض ببعضها ببعض ما يخرج، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن بعض عمومته حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع رضي الله عنه أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد رضي الله عنه فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم أي بأرضكم، فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوساق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق الفضة؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به، إذا أجره بالذهب أو بالفضة لا بأس به. حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق الفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات، أن يشترط صاحب الأرض الذي ينبت على مسائل الماء وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه أي نهى عنه. وأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وبهذا تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الذي يحدد صاحب الأرض ثمر قطعة معلومة، فأحيان يصلح هذا ويفسد الباقي، وأحيان يفسد هذا ويصلح الباقي فيسبب النزاع، فإذا كان على هذه الصفة نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالذهب والفضة أو بشيء معلوم لا يسبب النزاع فهذا لا بأس. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج رضي الله عنه
يقول: كنا أكثر الأنصار حقلاً، أي أرضاً زراعية. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، يعني ثمر هذه القطعة، ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني فيحصل نزاع، فنهانا عن ذلك. وأما الورق أي بالفضة، بالفضة فلم ينهنا. حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. كراء الأرض بالذهب أو بالفضة أو بشيء معلوم، هذا لا بأس به. وأما أن يحدد صاحب الأرض ثمر بقعة معينة، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يسبب النزاع. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن ماقل رضي الله عنه عن المزارع، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع، وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال: سألت ابن ماقل ولم يسمي عبد الله. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن ماقل رضي الله عنه فسألناه عن المزارع، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهره أي زجره، قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً، يعني رغب في أن تعطي أرضك لأخيك مجاناً، يعني رغب في ذلك. وأما الكراء الأرض بالذهب أو بالفضة أو بشيء معلوم فهو جائز. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر أن يؤجر الأرض بالثلث والربع، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً، يعني رغب في أن يعطيها لأخيه بدون شيء. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. وحدثني عبد بن حميد
ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم، يعني رغب فيه أن يعاون المسلم أخاه بدون أن يأخذ منه كراء. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحقلة، يعني كراء الأرض بالثلث أو بالربع ونحو ذلك. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير، يعني رغب في التعاون. كتاب المساقاة والمزارع. حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر كان أهلها يهود، فنصر الله رسوله عليهم فصارت للمسلمين، وكانت فيها مزارع، فاليهود قالوا: نحن نخدمكم، نحرث ونسقي ولنا نصف الثمرة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم مدة ما شاء. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مسر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر، أي نصف ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه رضي الله عنهن كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر، 20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما ممن اختارتا الأرض والماء. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، أي نصف ما خرج منها من زرع أو ثمر. واختص الحديث بنحو حديث علي بن مسر ولم يذكر. فكانت عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما اختارت الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، ولم يذكر الماء. وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر، فتح الله تعالى خيبر على الرسول صلى الله عليه وسلم، سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، يعني مدة ما أردنا، ثم نخرجكم، أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسر
عن عبيد الله وزاد فيه، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها أي نصف ثمرها. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى أي أخرج اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر أي انتصر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين صلى الله عليه وسلم، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، أي مدة ما نحب ثم نخرجكم. فقروا بها حتى أجلاهم عمر أي أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته إلى تيماء وأريحاء، بلاد اسمها تيماء وبلاد اسمها أريحاء، أخرجهم من خيبر وذهبوا إلى تيماء وأريحاء. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يلزأه أن ينقصه أحد إلا كان له صدق. ففيه فضل غرس الغراس، من غرس غرسا يؤكل منه، فكل ما أكل منه يكون صدقة لهذا الغارس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ها وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم، فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. المسلم إذا غرس غرسا فكل ما يؤكل منه يكون صدقة له. وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد رضي الله عنها حائطاً أي بستان، فقال: يا أم معبد، من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. قال: فلا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. سبحان الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث حاء، وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية حاء، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمار بن محمد حاء، وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا ابن فضيل، كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فقال: عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنها وعنه، وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال: ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. ففيه حث على غرس الغراس النافع. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلاً لأم مبشر امرأة من الأنصار رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ قالوا: مسلم، بنحو حديثهم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمراً حا. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ إذا بعت ثمرة ثم أصابتها جائحة أي ريح أو برد أو شيء فسدت الثمرة فترد المال إلى صاحبها، والله يخلف عليه. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس رضي الله عنه: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخي؟ فلا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ حدثني محمد بن عباد، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يعاونوا هذا الرجل الذي ابتاع ثماراً ثم خسر، أن يتصدقوا عليه. فلما تصدقوا عليه جمع ذلك ولم يبلغ قدر الدين، فقال صلى الله عليه وسلم لأهل الحقوق: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لأنه هلكت ثماره وليس عنده شيء. حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله.